سعيد. تبع السلام. نصرة. وحشتونا يا ولاد الكلب. ازيك يا عم؟ كده يا نصرة؟ يقول عليكي ما تزورنيش المدة اللي فاتت دي كلها. والله يا على عيني يابا، أنا لو عليا أجيلك كل زيارة، بس اسم الله عليه ربنا يحميه هو اللي عارف السك. مؤاخذة يابا، حق عليا أنا نصر عندها حق، أنا طولت الغيبة، بس وربنا ما حشني عنك إلا الشديد الأول. أنا عايزك تحط بقى وبكفاية جوربة الحمل اللي شايلاه أختك، إحنا ضهر الجمل وهي صابرة وساكتة. وأنا عمري ما اشتكيت يابا، حسك في الدنيا. حس في الدنيا، حس في دنيتك انت واخوكي، عشان انتوا اللي عارفين الحكايه. طمني، اخواتك اخبارهم ايه؟ زي الفل، وبيدعوا لك كمان. يعني بخير وكويسين، ورحاب والبنت الصغيره ايه واحمد. اسمه الدكتور احمد. خلاص كلها كام شهر ويتخرج يبقى دكتور. دكتور احمد، يا بنت كريم يا رب. انا كنت خايف ان ربنا ياخدكم بذنبي. ربنا كريم قوي يا سيد. انا كنت دايما ادعي بنواخد مننا وابعد عنكم الشر. يا سيد المعلمين، احنا عايشين في حسك. وبعدين انت ما عملتش حاجه ولا قصرت في حاجه، انت عملت كل حاجه اللي تخليك تحافظ على ضمانك. كفايه ان انت غبت عن الدنيا وانت عايش فيها عشان خاطرنا. انا خدت كفايتي من الدنيا يا سيد. انا كل اللي بترجاه من ربنا ان انتوا تبقوا كويسين وفي احسن حال. ربنا يخليك لينا ويرجعك لينا بالسلامة إن شاء الله. بص ياب، ما وحشكش العيال؟ لا لا، بص هنا، ده فيديو. دوس من هنا، أهو أهو، من هنا أهو. رحب، اسكيوزي. أموري حضرتك. قولي لي يا رحب، انت بقالك قد ايه شغاله هنا؟ يعني سنه ونص تقريبا. هو في حاجه؟ في ان بقالك سنه ونص بتسرقيني. انا اسرق؟ حضرتك ازاي تقولي كلام زي ده؟ انا ما اعملش كده ابدا. ولما تاخدي حاجات من المحل وتبيعيها لحسابك يبقى اسمه ايه؟ انا ما خدتش حاجه والله العظيم. اذا كنت انا شفتك بنفسي، انا شايفاك امبارح بتدي ميك اب لبنت جاتلك. حصل بقى ولا ما حصلش؟ حصل، بس حضرتك فاهمه غلط. اللي جات دي تبقى اختي ايه واختك. ده انتوا عصابه بقى. افهميني حضرتك، انا اخدت حاجات وبلغت السوبرفايزر انه يخصمها من مرتبي اخر الشهر، يعني حتى مش فري سامبلز. وحضرتك تقدري تتاكدي بنفسك، والله العظيم هو ده اللي حصل. طب قولي لي، هي اختك اسمها ايه؟ ايه اختك دي بتشتغل ايه يعني يخليها مهتمه بميك اب غالي قوي كده؟ لا هي لسه في الجامعه، بس يعني بتحب تهتم بشكلها وسط زمايلها وكده، اصلها طول عمرها دلوعه البيت يعني. طب تمام، روحي انتي كملي شغلك وما تزعليش من اللي انا قلته لك. حصل خير، وانا برضو كان المفروض ابلغ حضرتك. عموما لو احتجتي اي حاجه بعد كده انتي او ايه بقي قولي لي. شوفي شغلي بقى. حاضر. ابويا مقطع لي قلبي، كل ما افتكر بصيته للعيال انا مش عارفه امسك روحي. بص
نصيبه بقى يا نصر. بعدين ابوكي بقى له عمر محبوس، والحبسه دي تهد اجدع جبل. سيد، مش قال الاوان يا اخويا نفطم العيال على اللي فيها؟ نفطمهم على ايه؟ ما ينفعش طبعا. العيال كبرت خلاص، ومخ كل واحد فيهم يوزن بلد. يا نصر تاني ما ينفعش. خلاص عليك يا سيد، يعني انت عايزهم يكملوا عشتهم مقطوعين عند هربوهم؟ وبعدين بقى احنا لا نحله هنرجع نربطه من جديد؟ ما قلنا ما ينفعش مليون مره، ما نفتحش بقى السيره دي تاني. ابويا صعبان عليا. يا ستي ما صعبان علينا كمان. اللي هو فيه ده اكرم له، ميت في سيرتهم وعايش جواهم احسن ما يكون عايش قدامهم وميت قدام عينيهم. اسمعي بس الكلام وعيليه، البت اهدي لو عرفت ان ابوها تاجر مخدرات ومحبوس العمر ده كله ممكن تموت فيها. ولا رحاب، تخلي بقى رحاب دي جالها عدله، اهل العريس لو عرفوا انه سوابق هيحصل مصيبه. ولا البيت بتاعنا الكبير الدكتور بتاعنا لو راح اشتغل ولا اتوظف في اي شركه وعرف ابو مين تبقى مصيبه اكبر. يا نصر اسمع الكلام، انا مش بعمل كده عشانهم هم بس، انا بعمل كده عشانه قبل منهم. لو عيل من دول راح للسجن وكسروا بكلمه ابوكي فعلا ممكن يموت فيها. اسمع كلامي. وحياة النبي يا ابني ساي عليك النبي، حاول تسلكها بسرعة لحسن أنا خلاص فبقيتش حمل شكشكة. ألف سلامة يا عم عطية، أنا خلصت خلاص. صحيح؟ معقولة يا ابني؟ مش بقولك يابا الدكتور أحمد إيده مفيش زي حنيتها. عندك حق يا بطل يا بنتي، تسلم إيدك يا أحمد يا ابني. خلاص يا ابني معلش أنا مش قادر أقوم. لا لا ما تتعبش نفسك يا عم عطية، خليك مرتاح. استأذن أنا بقى. كده على طول من غير ما تشرب حاجة؟ معلش مرة تانية بقى. طب كنت عايزاك في حاجة كمان. طبعا. لو ليا خاطر عندك. أكيد. كنت عايزة أشتكي لك، في واحد عمال يبص عليا ليل نهار لما هياكلني بعينيه. إزاي يعني؟ صوري على الفيسبوك داخل عليها ليل نهار لما هيمقق عينه فيها كده. كنت عايزاك بقى تساعدني تخلي لي الحساب بتاعي خصوصي برايفت يعني. بتعرف؟ بعرف. تعال ادخلي عليه كده. ما انا داخله اهو. هدخل انا. ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ انا اسف. كده تزعلني منك؟ لا اسف اسف والله العظيم اسف. عن اذنك. شفت دي؟ اوبا فين الصوره الجامده دي؟ حفله مزيكا في المعادي، كان يوم تحفه. المطعم حلو قوي اصلا، في مكان كان الباند بيلعب. مساء النور. اهلا وسهلا يا استاذ شريف، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ندى شريف. ايه صاحبتي في الجامعه. أوكي. اياد. هاي ازيك يا اياد؟ اياد ده بقى ادع واسرع واحد في الشله بتاعت زمان. لا 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 سياعه دي زمان يا معلم، الحمد لله كده انا تمام ومفيش صياعه والاستاذه مظبطه كل حاجه اهي. فعلا؟ ايوه طبعا. صدقوش ده بيكذب. انا؟ يا نونا. لا لا شكل الحكايه كبيره قوي 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 قوي. عامة هسيبك براحتك وخليني اشوفك ان شاء الله. بورسعيد. انا اسهل. باي باي. يعني بيت في بيتكو وذبحت زرت ابوك ولفيت قضيت مشاويرك وفي الاخر افتكرت امك؟ صدقني نسيت اشقر على امك. اروح اشقر على امك واجي. رايح فين يا سيد؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ترحمني وترحم امي بقى يا سيد. ما تظبطي يا بت. ظبطي يا ابن جدال، بس مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اخرتها ايه. اخرتها عسل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وفردي وشك عشان الدنيا تمشي. هعمل ايه؟ ما انت اللي واخده على السفر، بتفك مني زي الهوا. يا بنت هفك اروح فين؟ ما خلاص رجعت، قاعد لك، قاعد مش متحرك. قاعد في قلبي. قاعد في قلبي يا سيدي الناس. بس مش عارفه، في حاجه في قلبي كده عماله تغز وتقول لي يا بنت ما تفرحيش، لحسن تبطش على بوزك. رجعنا تاني لام بوز، يا بنت ما بتعرفيش تفرحي، بعدين خلاص، احنا زهقنا من حريم الشكر. ولو حتى ما زهقتش، برضه راضيه، كفايه ان انا عايشه بضلك. يا بنت انت فضلي من ساعه ما عيني وقعت عليكي مكتوب على اسمك. بعدين بخارست لو عيل ولا عويل وكلمته بتمشي على الكل. يعني نهدى كده وخمسه عقل عشان الدنيا تمشي عشان تفرحي قريب. بجد يا سيد؟ يا دي النيله اهو مش حاضر. يا سيد ده انت الحاجه اللي بتفرحني، انت اللي مالي عليا دنيتي. ده الكلام الحلو. في غباوه تاني؟ لا
مفيش بقى حتتين جاتوه مع الشاي ده. جاتوه بس. اظبط بقى. ماشي بالسلامة أنت أخويا. ها؟ إيه اللي حصل؟ ده عيل من طولون هو اللي باع الفرش المعوض وخمه فيه كمان، فحب يصرفه باعه للزبون إياه. كمان كرادية رايح بيها في قهوة السلطان. هيضيع نفسه ابن الكلب ويلطني معاه. كل ده عشان خاطر كيفه النجس. يلط مين يا معلم؟ أنت مقامك كبير قوي، أنت في حتة تانية. اسمع طيب. نسمع. أنا مش عايز عينك تغفل عنه. تجيب لي قطر أول بأول. حصل. أنا مش عايزه يقرب من المخدرات تاني. قفل عليه أي سكة. أنا أخليه شمش مع النفس ما يلاقوهوش. هو أنت لسه هنا؟ مش كفاية بقى كلام في الشغل ولا إيه؟ هو هيبقى جوه وبره؟ طبعا معلمي. تأمرش بقى حاجة. لا. بالسلامة أنت يا طيب. اتفضل يا ستي. الله، سلم ايدك يا سلطان. تعيش وتجيب يا اخويا. ايه رايك بقى؟ هتاكل من رقبتي حته؟ لا اوعي، لان هي لو كانت من رقبتك يفضل لسلطان اياك بقى. روح الراحه يا معلم، بالراحه. الله، دقنك مشوكاني. دقني؟ طب عليا النعمه ان انا واخد دقني الصبح يا منون عشان خاطرك. طب ما تاخدها تاني؟ لا تاني تلتين. ده انت مولع اهو يا معلم. امال ايه؟ طب انت بذمتك عمرك شفت حاجه بتولع لوحدها؟ مش لازم كل حاجه تولع، حاجه تولع يا مولعني انت يا بني. تعالي بس، تعالي قولي. كنا بنقول ايه؟ بتقول ايه بس يا معلم؟ كنت بتقولي ان بنتك مولع. انا قعدت تعطلي لغايه ما الدنيا تقلبت عليك. ربي يخبر. يلا روحي شوفي مين. السلام عليكم. هاش من شافك يا سي صلاح. الف مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا ابن جوزي. ايه يابا؟ ده انا غبت سنه عنك. لا لا صلاح. جاي اطمن عليك. واطمن على امي اللي انا سبتها امانه في رقبتك. بس ما كنتش اصدق ان انا هرجع ليك اتجوزت. الا دي جوازك كام يا ابو سلطان؟ سته ولا سبعه؟ ويا ترى دخلت ولا لسه؟ جرالك ايه يا قط؟ انت مهيس وجاي هتشعوذ علينا ولا ايه بالظبط؟ ده انت مربينا يا ابو صلاح وعارف انا لو متشعوذ اهد الدنيا. جرى يا صلاح؟ مالك يا اخويا؟ ما بالحب ولا هي امك بعتك يا عناي عشان تخلص؟ خلاص يا مره، اللي دخل امه في حكايه دي اخفي جوه. يلا. لا ذكر يابا، ذكر يا ابو صلاح. اطلع بره صلاح ورجلك ما تهوبش المطرح هنا تاني. يا بفهم حرام عليك، مش كل يوم في حضن مره شكل والاسم بيزغرطولك وبتطلع تنام. يابا الناس بتتكلم عليك وحش، بيتكلموا عليك وحش، افهم. بره ابن الكلب يا وسخ. انا اللي وسخ برضه يا سلطان. اخلص على بره. اخلص يا مره، بره. ماشي يا ابو سلطان، الكلام ما خلصش بس اعتبره حصل. اثبت هنا. يلا بقى هات لنا شراطين ترامادول كده ولا حاجه. ادفع له ولا على الحصاله؟ اعمل لنا كوكتيل ترامادول وانت وشطارتك. ماشي. اتكل. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر. مرش عليك ظالم يا رب. حاجه كده بس على السريع. على مزاجك. لا مش فاهم. مش فاهم ايه بس يا دكتوره؟ شريطين ترامادول، شريطين تراما جاك، اي حاجه من التراما يعني اللي بتزود الدماغ. حاجات دي جدول. معاك روشته؟ كلام اخوك روشته. وبعدين انجزني عشان انا في ناس واقفه بره مستنيين. الحاجات دي ما بتتصرفش غير بروشته. هتمشي ولا اكلم لك الاسم؟ هتكلم لي الاسم؟ الله الله الله، ليه بس كده؟ صباح الفل يا نصر. صباح الفل حبيبي، نمت كويس؟ الحمد لله. المرتب بتاع بره حلو بس المله بتاعت سر ابوكي حاجه تانية خالص. والنبي عندك حق. العيش المقمر الولع. تعالي يا ولع، طمنيني. عامله ايه بنت في الشغل؟ زي الفل الحمد لله، زودوني في المرتب وبقيت بشتغل مع ناس شيك قوي، ده بقى في زباين بيطلبوني بالاسم كمان. بلا شيك بلا مرتب، انت مبسوطه؟ مبسوطه طول ما انت معانا يا حبيبي. احكي لي انت عملت ايه؟ لسه ما عملتش، هاتي بقيت الفطار. حاضر.
العسليه بتاعتنا. مفيش صباح الخير؟ مفيش حض؟ مفيش بوسه؟ لا في طبعا. طب تعالي. طعميه يا نصره. حاضر. صباح الفل يا عسل حبيبي. صباح الفل عليكم. ايه صوتك جايب لحد باب السكه؟ ما كانوش بيزغطوك بره ولا ايه؟ طعميه يا نصره. ايه ماله صوت يا بنت؟ مش كان بيعجب زمان ولا ايه؟ ازيك يا ميسه؟ تعالي يا بنت كلي حماتك بتحب. وانتي هتقولي لي اهلا بكي زهان لمونه في بلد قرفان. انت يا بنت مالكيش دعوه بيها. شفت احمد؟ عديت عليه في الصيدليه امبارح اطمنت عليه. بقول لك ايه؟ شويه عجه بقى حلوين. يلا نعم. يلا طير. صباح الخير يا صلاح. ازيك يا صلاح؟ تعالى كل. يسعد صباحك يا نصر يا عسل. بتعمل ايه؟ مش فطرت مع امك؟ لا. طب تعالى عايز خلي بالك من النجفه. اعملوا سندوتشين. حاضر. ثلاثة. طيب. تعالى صلح. ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ والله كلمت كام واحد كده بس لسه. ما تيجي ناخد الفترة الجاية دي على الرايق لحد ما نجيب قرار السوق وميته. الكيف هنا غير كيف هناك. هناك الليلة في الصنف، إنما هنا الليلة في اللي بيطبخ. وحلني بقى على ما نربي زبون نكون طفحنا. نكون إيه يا صلاح؟ وإحنا الفلوس اللي رجعنا بيها هنرد عليها وهتزيد لوحديها. بس السكة يا صاحبي، السكة لسه. السكة يا صلاح، كل سكة وليها نواصي، والنص يا مندول لو ما قفشتهاش بقلب ميت غيرك هيقفشها وينحتك بقى في الرايحة واللي جاي أرضية. طب والحكومة؟ مش نعرف بتعشش فين؟ إحنا هنلف منين؟ لا. احنا هنزق في الدغري بعد الثوره. مفيش مناوره بس. مفيش بس؟ هو انت رجعت من السفر اتدفيت ولا ايه؟ يا عم ما اتدفيتش ولا حاجه. امسك يا رحيم. انا مش فاهمه ايه اللي جاب صلاح ده على الصبح. هو اللي داخل واللي خارج لاشق فوق دماغنا؟ فطار ده ولا حفله؟ في ايه يا ايه مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو عمل لك ايه؟ ايه بنت مالك في ايه؟ طهور جوز خالتك وحياتك مش علاقه من خارج فوق سطح بيتكم ليه؟ ما تبطي يا اختي شويه. ما طول عمري بيبان الحرم نفذها على بعضيها. مال يوه بقى جرى يا بنت؟ ما تهدي حسك شويه. لو اخوكي سمعك هي طربق البيت على اللي فيه. غوري صلي على النبي يا اختي. معلش. عليه الصلاه والسلام. ما هي لسه صغيره برضو. بلا صغيره بلا زفت بلا قله ادب. البنت بكحه. اهدي اهدي. انا بنت تويه. مين اللي عمل فيك كده يا وقت؟ انت مين؟ انت تعال. والله ما قادره. شبعت مش قادره يا ابو صلاح. ديهم خلاص ما تكسفيش ايدي بقى. يلا. ولا من امتى بس بكسف ايدك؟ يلا بالشفا ان شاء الله. خلاص الحمد لله. طمنيني بقى رجلك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ده انا كويسه قوي. ده كفايه ان انت يا اخويا قعدتك جنبي بالدنيا كلها. طب بذمتك مفيش اي حاجه مزعلك مني؟ يعني حاجه كده حاجه كده. احنا كلمنا في الموضوع ده كتير. أنا ببقى كويسة ومبسوطة لما لقيك كويس مش محتاج حاجة. وجوازك مضرنيش، بالعكس ده ريح قلبي وخلاني ما شايلكش ذنب رقدتي ولا وقف حياتك معايا. بنت أصول طول عمرك وعارفة الصح والغلط. الله
امال ايه؟ امال انا شايلك على راسي بيقول ايه؟ وبعدين ما انت عارفه يا وليه انت اللي في القلب والجوه. طب عليا النعمه، انا لو لفيت على نسوان الكون ده تما هتفضل انت برضه جوايا ست الستات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ جاي تكمل عليها؟ مش كفايه رقدتها؟ طب عليا النعمه، ما حد جايب لها الكافيه الا عمايلك انت يا ابن الكلب. وبعدين جريات ياكشي، فاكر انا حاجه استاذن منك لما اجي داخل بيتي ولا اقعد مع مراتي؟ مراتك؟ مراتك بأمارة ايه؟ بأمارة ما انت راميها كده وداير كل شهر تتجوز بنت من دور عيالك؟ والنبي يا شيخ اسكت لحسن الواحد لو فتح في الكلام. صلاح اسكت. سيبيه يا ام صلاح، ما هو مش هيبطل النغمة الحمضانة دي اللي داير يغنيها وراها في كل حتة. عيش دنيتك يا صلاح، عيش دنيتك وشوف مصلحتك، واللي بيني وبين امك ده انت مش هتفهمه يا حبيبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مخك زنخ وجزمة قديمة. طب خف وزنك واتكل على الله، روح شوف مزاجك بعيد عننا، حل عننا. بس بقى يا صلاح ولا كلمة تانية. بس يا أم عشان ساكت بسببك انت والله. بسببها؟ لعلمك بقى اللي بيني وبين أمك ده صلاح هو اللي مصبرني عليك وعليها الطلاق بالتلاتة. أنا لو صبري نفد لأذيك وحزعلك زعل وحش قوي يا صلاح. وما أخويا اقعد جنب أمك كلكم ومسكوه جلدوه لحد ما احمرت البوبوش. صدق يا بلبل حياتهم يسموه بدل معوض الاسمر معوض الاحمر. العب يا دنيا. ده مين ده اللي بيطلبه؟ الو ازيك يا بنت يا حمديه؟ طب بالراحه بالراحه بس عشان افهم بتقول ايه. يا نهار ابو اسود، خليك عندك مسافه السكه وجيالك. انت سكت، انت رايح فين يا ولية؟ خمسة وراجعه. خلص عددك وتك، ولا اقول لك خليك قاعد مسافه العلقه وراجعه لك. صلاح ومخك جايين يا ولية. يا سيدي راجعه الله. مخبيش عليك يا سيد، انا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ انت داخل بيت جدالة يعني بيت كل اصول. وانا جاي اتم الاصول. انت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجاله ما بيتحلش بالكلام يا معلم. ومين اللي قال بالكلام بس يا ست البنات؟ اللي حصل غلط. ومين اللي ابتدى الغلط؟ مش اخوك وربيته؟ طب ورحمه امي؟ لولا الرجاله اللي حط جزامهم في راسي. نصرة يا اسطى، نصرة يا اسطى، نصرة الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتأمره بيه هيتنفس. وهو معلمك عدم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم وشايل الغلط على كتافي وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. لا مؤاخذه في الكلمه، اختي برضه ما غلطتش. قول جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمامه عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجاله؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص هيبتي وسمعتي. العيب مش عليه يا فوده، العيب على اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دوره البيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير الميرازيه والسيره الوسخه. خش دغري يا فوده، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بحبالهم، ما تعملش زي اخوك ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح. وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ ما جيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارس يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين، اشربوا الشاي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك قاعد كده ليه؟ في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجه ممكن اي حد في الدنيا يتعرض لها، ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقه دي. كبر الموضوع؟ رحمة انا حاسس ان انا عاجز ومربوط، حاسس انها صوره انتوا بتتفرجوا عليها وبتتكلموا عنها كانها هوا. يا احمد افهمني، لازم الحكايه اللي حصلت دي تخليك اقوى، مفيش حاجه يعني تستاهل لكل ده. يا رحمة الحكايه مش حكايه خناقه وعدت، دي دنيتي اللي انا عايشها. انا كل ما اجي اقول حاجه ولا اعمل حاجه الاقي نفسي بقول حاجه تانية خالص، بعمل حاجه تانية غير اللي جوايا. حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده،
ما تخليش الحكاية دي تأثر عليك للدرجة دي. أرحب أنا عمري ما كنت زي ما الناس شايفاني ولا عارف أكون. يا حبيبي محدش طلب منك حاجة، خليك على طبيعتك. وبعدين بالعكس يا ابني، احنا أصلا كلنا فرحانين وبنتباهى بيك. بتضحك عليا يا رحاب؟ فرحانين بمين؟ أنا دلوقتي في اللي بيتكلمني، في اللي بيفكر لي، بقى في اللي بيجيب لي حقي لما اتضرب كمان. يا يا احمد، معقولة شايل كل ده جواك؟ والله ما مستاهلة. موقف وعدى زي أي موقف بيحصل لأي واحدة أو واحد وهما ماشيين في الشارع عادي يعني. رحاب انت الوحيدة اللي أنا بعرف أتكلم معاها وأقولها لجواك. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا احمد. يا بنتي حميد، ايه اللي حصل؟ احكي لي، جايباني على ملا وش جري ليه؟ قابلتي الحقيني، قابلتي. ايه اللي حصل قولي؟ مدير استغلبني الكلب، ضربني وورمني وفرج عليا الوحش كله. يا نهار ابو اسود، هو فين وانا اقدمه على شبابه؟ ايه ده؟ انا مش قلت لك امشي بتاع بره؟ ما تجيش هنا تاني؟ إلهي ما حد يعرف لك عتبة لا دنيا ولا آخرة يا بعيد، عمل لي راجل وأنت ما عرفش أنا مات. يلا يلا كمان بتضرب يا أبو حميد. يا سيد اتفضل. اتفضل؟ إيه اتفضل دي؟ ياض هب فيا، قول له اقعد، اطلع بره مش فاضيلك دلوقتي. ما تطلعش مني يا أخوي. عارف انك زعلان وحقك، وانا عارف، بس معلش كله بيعدي وكل واحد فينا بيقع، بس الجدع بقى اللي يقف تاني على رجليه. انا كويس اهو يا سيد، عايز نعمل ايه يعني؟ ياض انت هتلف عليا ده رضع اسفلت، انت فاهم قصدي كويس وعارف انا عايز اقول لك ايه. ما تخليش حد يهزك، الكتر اللي كتروه عليك بتهد اي حد. تمام. لا مش تمام، بس هتبقى تمام عشان عارفك واتذكر وهترمي كل حاجه ورا ظهرك. بس عايز تحط في دماغك ان الحته كلها مالها سيره غير اتنين، احمد اللي ساح دمه وسط 20 واحد، واحمد اللي لسع معوض النجس على وشه قدام 2000 واحد. اتذكر بجد اللي ياخد حقه بدراعه. لا ما تهزنش دماغك وتثبتني، أنا لا جاي أسمعك لنصايح ولا راضيك بكلمتين. أنا جاي بس أفكرك بوصية أبوك ليا قبل ما تكليك، عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غباوتها، تديك كف تديها اتنين، تكسر لك عين تعملها الاتنين، وتقول لها تعالى هاتي آخرك معانا ماليش آخر، فاهم؟ فاهم يا سيد. استاذ احنا كنا متفقين على قلم مش شلوت على وشه. مساء الخير يا باشا. يونيا فين؟ يونيا فين؟ مساء الجمال. مساء الخير يا باشا. يونيا مين؟ يونيا يا باشا هي ممسوكه هنا عندكم، اوعوا كوره بتعذبوها. انت مين؟ انا انا باشا بلا فخر امين الشرطه بلابيلو. ايه بلابيلو؟ بلبل نبيل يا باشا. اه انت مبرشم؟ انا الله العظيم انت مبرشم ولا لابس لي ميري؟ ايوه باشا انا ميري، بقول لك امين شرطه بلابيلو. وريني بطاقتك. هلا يا باشا. عيب يا باشا، احنا زمايل، احنا اللي بنقول كده للناس يا باشا. وريني بطاقتك بدل ما احبسها. اه انت هتسقف على باشا يا باشا. باشا براحتك باشا، بس زميلك انا. اتفضل يا باشا الورقه اهو. انت قلت لي مين اللي اتصل بيك؟ يونيا. تعرفها كويس؟ امال ايه؟ انت جميل خالص. الله يعزك يا باشا. اقول لك زميلك يا باشا. ده انت حلو. ده انت جاي لي جاهز. يا عسكري. عسكري ايه؟ بقول لك امين شرطه يا باشا. عسكري. خد الرمه ده على التفقيش وفيشوا لي ايد ورجل. تفيش ايه يا باشا؟ لا يا باشا انا بقول لك زميلك. امشي من هنا. ما ينفعش يا باشا اللي انت بتعمله ده. امشي من هنا يا باشا. غلط كده يا بقى.
باشا يا باشا ماشي. انا بقى فين يونيا؟ بقالك كتير ما حطيتش ايدك في شعري يا سيد. وحشتك يا بنت انيسه. يا لهوي ده انا عقلي كان هيشت يا جدع. طب اسال الورد وهو يقول له. هنا حكيت له عنه وهنا على شقاوتك وهنا وانا زعلانه منك وهنا بقى لما لعنت بغيشه. يوريه بنت ما كنا قاعدين كويسين. من غلب يا جدع من طول صبري عليك. ما خلاص يا بنت رجعت لك كامل مكمل اهو. هتفضل على طول يا قلبي ميسي من جوه. عارفه يا ميسا انا ما كانش نفسي اتكتب عليها الغربه والشقاوه بره مصر بس اعمل ايه غصب عني. بس انا بحب البلد دي قوي. اديتها كتير من قلبي واستنيتها توريني بكره بس ما حصلش. قال سيد بخارستا ايه بطل مصر وافريقيا في الجودو بطولات وميداليات وذهبيه وعالم يرفرف في السماء ولما ارجع اتصور مع الوزير ويكرمش لي 400 جنيه مكافاه وشهاده تقدير وابتسامه مرئيه. الناحيه التانيه مش لاقيين لام سرير تتعالج عليه لحد ما اخترت تموت في السرير عشان ترتاح. كنت عايز انا اعمل ايه؟ اكمل واتجنن يا ميسا؟ مالك يا سيد؟ ماليش يا ميسا مال انا برنس اهو. وهتفضل على طول يا اخويا بس انت ما بتقلبش المواجع غير لما بتبقى ناويها. جرى ايه؟ قلبي خف ولا ايه؟ لو خف ابطل احكي لك احسن يا ميسا. يا لهوي هو انت ممكن تحكي لحد غيري؟ ده انا ستر وغطى عليك يا جدع. يا عيني يا عيني ده حب محترم. ايوه والله حب محترم. ربنا ما يرزقنا بجار وله عينين. امين يا ميسا. قومي اعملي شاي لصلاح قومي. حاضر. تعالى صلاح طمني ايه اللي حصل؟ الحالة شقة. قابلت كام واد من زينهم وتال العيال وفطموني ان الدنيا بقت كوكو. اي عيل سيس دلوقتي مشغل دولابين وثلاثه عشان كده خلاص ما بقاش مأمن. طب وايه؟ مش عارف سيبنا شقلبها كده في دماغي واقول لك هنعمل ايه. شقلبها بس في الانجاز عشان اخوك ما اشفر. ماشي. طب في حاجه كمان قابلت الواد حماده. حماده المجس بتاع فوضى رمالي على الصريح معوض عايز يعوض وناوي على نهايه كحله. وماله؟ انا قلت اقول لك بس. ماشي يا صلاح ماشي. ماشي ايه؟ طير بقى انطر من هنا. طب والشاي؟ شاي ايه؟ انا لسه راجع عايز اقعد مع البيت. طير يا صلاح. سلام يا ميسي. السلام يا حبيبي. في الانجاز يا سيد. ماشي. برنس بقى ولا مش برنس؟ برنس بس. ازيك يا ست البنات؟ صلاح ازيك يا صلاح؟ ست نصرة فين؟ كنت جاي لها كده في شغلانة تروح لنا على السخان. نصرة بتودي طلبية. واختك؟ ايه لسه ما جاتش. سايباني كل ده النار هتاكل قلبي. سلامة قلبك يا ايه؟ يا ايه؟ ما تقول يا بنت حبيبي يا روحي ايه ما وحشتكيش ولا انت الغربه قست قلبك ونسيتك ابو صلاح؟ يا لهوي نسيتني؟ ده انا ربنا العالم بحالي من يوم ما سافرت وسبتني. طب ايه؟ ايه يا صلاح عيب مش كده؟ فكي بقى قبل ما حد يطب علينا. بس يا صلاح اللي انت بتعمله ده في ايه؟ طب اعمل ايه؟ مش كده يا صلاح. الله الله صلاح بقى امك يا صلاح. وناس تعليها وبدأ
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب بذهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي على الدين انكتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده ليه